بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة تاني إعدادي، نأخذ الصفحة رقم 12 لاباج 12. في أول الصفحة كما نرى عندنا أوبجيكتيف. شنو أوبجيكتيف؟ أوبجيكتيف بدون أس، هدف. هدف. إذن في هدف الفقرة يتليزي لو ليكسيك غولاتيف على أون. يتليزي يستعمل. لوتيليزاسيون هو الاستعمال. يتليزي هي استعمل. يستعمل. يتليزي لو ليكسيك غولاتيف على أون. نستعمل ماذا؟ نستعمل مصطلحات. يتليزي لو ليكسيك غولاتيف على أون. استعمال مصطلحات غولاتيف على أون. استعمال المصطلحات الموجودة في لا. استعمال المصطلحات المتعلقة غولاتيف هي عدة علاقة غولاتيف على أون التي مرتبطة أو التي لا علاقة بلا أون بالصفحة الأولى للجريدة. إذن هنا سنستعمل بعض المصطلحات المتعلقة بالصفحة الأولى للجريدة، مثلا مثل هذه المصطلحات المونشيت التي رأينا، لي زوغاي لو فونتر، عندنا بوندو، مونشيت، سيناتور إلى آخره. إذن هناك مصطلحات أخرى. إذن لاحظ معي هنا سيبور. شنو سيبور؟ سيبور هي الدعامة. إذن كما قلنا سيبور هو الدعامة. إذن هنا غيعطوك واحد الدعامة اللي غتركز عليها باش تفهم الباقي، باش تنطلق بمعنى آخر. شنو هي الدعامة؟ هي سيبور. شنو هي الدعامة اللي عطونا هنا؟ هي تركز عطونا لأ عطونا واحد الصورة، صورة ديال الجريدة اللي من خلالها غنفهمو شنو باغين يقصدو. إذن هذه دعامة. إذن نتكلم عن سيبور. ثم j'observe et je comprends. J'observe et je comprends. أنا ألاحظ. C'est le verbe observer. J'observe. أنا ألاحظ. ومنها الاسم شنو؟ الاسم هو l'observation. L'observation. شنو المقصود بها؟ لاحظ هي observer. L'observation. شنو المقصود بها؟ ملاحظة. J'observe et je comprends. شنو je comprends؟ أفهم. Je comprends, أنا أفهم. شنو الفعل هذا؟ comprendre. C'est le verbe comprendre. إذن j'observe la une du journal. شنو j'observe la une du journal؟ ألاحظ الصفحة la une. ألاحظ الصفحة الأولى من الجريدة. Du journal, c'est contre. شنو c'est contre؟ أسفل. C'est contre جانبه، ماشي ci-dessous. C'est contre يعني جانبه. هي توجد في الجنب، ماشي تحت هذا الكلام. إذن c'est contre et je remplis le tableau suivant. أملأ الجدول التالي. Je remplis. اسم الفعل هذا؟ C'est le verbe. C'est le verbe remplir. هذا فعل ملأ. Et je remplis le tableau suivant. أنا أملأ الجدول التالي. إذا كما نلاحظ عندنا هنا بارتي دو لا أون. شنو المقصود بها؟ مكونات. فقرات لا أون. أجزاء لا أون. لي بارتي هما الأجزاء أو الأطراف. إذا نتكلم عن مكونات أو المعنى الأصلي للكلمة هنا، أجزاء المتعلقة بالصفحة الأولى للجريدة تسمى لا أون. ثم عندنا أمبلاسمون دو شاك كومبوزونت. أمبلاسمون دو شاك كومبوزونت. كل مكون من مكونات الصفحة الأولى للجريدة سنقول أين يقع. هل يقع في الوسط، في الجانب، في الأعلى، إلى آخره. إذا نتكلم عن مكان كل مكون. أولا نتكلم عن أجزاء الصفحة الأولى للجريدة. ثانيا مكان كل جزء من الصفحة الأولى للجريدة. ثم فونكسيون دو شاك كومبوزونت. فونكسيون دو شاك كومبوزونت، وظيفة كل مكون، كل جزء. وظيفة كل جزء. إذا تكلمنا على لا مونشيت مثلا، أشني الوظيفة ديالها؟ إذا تكلمنا على لا تخيبين، أشني الوظيفة ديالها؟ إذا تكلمنا على لو فونتر، أشني الوظيفة ديالو؟ ثم كاركتيريستيك دو شاك كومبوزونت. ثم كاركتيريستيك دو شاك كومبوزونت، مميزات كل جزء. اشنو اللي تيميزو؟ فهمتوا لا؟ شنو اللي تيميزو على الاخرين؟ اذا طبعا غنجاوبو عليهم هنا. باش نتكلموا على لومبلاسمون دو شاك كومبوزونت، ثم باش نتكلموا على لا فونكسيون دو شاك كومبوزونت. لومبلاسمون دو شاك كومبوزونت مكونه عندنا هنا. لومبلاسمون دو شاك كومبوزونت مكان كل مكون. لي بارتي دو لا اون، أجزاء
الصفحة الأولى الجريدة. هنا عندنا اون بلاسما دو شاك كومبوزونت، يعني مكان كل مكون. هنا تنتكلموا على لي كومبوزونت، طبعا هما لي بارتي تقريبا، كاين واحد التشابه. لي بارتي هما الأجزاء ديال هاد الصفحة الأولى، ثم لي كومبوزونت طبعا هاد الأجزاء هي مكونة لهاد الصفحة الأولى. نتكلم أيضا عن لي كومبوزونت. إذا اون بلاسما دو شاك كومبوزونت، إذا مكان كل مكون، ثم عندنا فونكسيون دو شاك كومبوزونت، يعني وظيفة كل مكون، ثم كاركتيرستيك دو شاك كومبوزونت، ثم مميزات كل مكون. مميزات كل مكون. الإجابة عن هذا الجدول إذا نأخذ التالي جوغوتيان. إذا طبعا كما ذكرنا في المسابق، جوغوتيان أنا أستنبط أو أنا أستخلص. جوغوتيان سلو فيرب روتونير. إلا خدنا مثلا لو بوندو، إذا فين تتوجد؟ تو أون هو دو لاباج، يعني كليا في أعلى الصفحة، أنه تتوجد في أقصى أعلى الصفحة. أتير لاتونسيون، شوف هالوظيفة ديالو، هالا فونكسيون ديالو. إذا أولا ذكرنا لومبلاسمون دو لا كومبوزونت، تو أون هو دو لاباج، أنه تتوجد في أعلى الصفحة. ثم أتير لاتونسيون دو لكتور، يعني أنه يجذب انتباه القارئ. سور أن تيم بارتيكولي، فوالا لا فونكسيون دو سيت كومبوزونت كي لو بوندو، التي هي لو بوندو. اذا هذا المكون او هذا الجزء يتواجد في الاعلى، في اعلى الصفحه، ثم ان دوره سا فونكسيون اذا تير لاتونسيون دو ليكتور سور ان تيم بارتيكولي، هو ان يجذب انتباه القارئ على موضوع مهم. هذا الدور ديال لو بوندو. ثم عندنا لا مانشيت، لا مانشيت اوني لي لونو دي جورنال، اذا هذا الدور ديالها، اننا نقرا فيها اسم الجريده سون لوغو. اذا اوني لي لونو دي جورنال، اذا من المميزات ديالها كما نرى اوني لي لونو دي جورنال. هاد المكونات كما تلاحظوا يمكن لنا نعرفوهم يا بالمميزات ديالهم سي كاركتيرستيك، تنتعرفوا عليهم من خلال المميزات ديالهم او من خلال لومبلاسمون. إذا مثلا المانشيت سنتعرف عليه من خلال المميزات. أوني لي لونو دي جورنال، نقرأ فيها اسم الجريدة سون لوغو، يعني الشعار. لو بخي دي جورنال، تلقوا فيها تمن الجريدة، صادات، تاريخ ديال الصدور ديال العدد، سون نيميرو، تلقوا فيها العدد، يعني الرقم اللي تمثل العدد اللي خرج داك النهار. دو شاك كوتي سو تخوفي لي زوغاي، إذا من كل جانبين تلقاو لي زوغاي. إذن هذه تسمى لامونشيت، من تما تنتعرفوا عليها، فهمتي؟ طبعا لي زوغاي بطريقة غير مباشرة تنعرفهم بأنهم تتواجدوا على جنبات لامونشيت من خلال نفس تعريف كلمة لامونشيت. ثم عندنا لا تخيبيون كما ذكرنا فيما سابق، سو لامونشيت، يعني هي تتكون أسفل لامونشيت. إي لون بلاسمون لو بليز امبورتون، ها هو واحد من المميزات ديالها. إذن سو لامونشيت، إذن هي تتواجد تحت او اسفل لامونشيت، اذا هذا المكان ديالها. اذا نتكلموا هنا على لون بلاسمون سو تروف سو لامونشيت، يعني انها تتواجد اسفل لامونشيت. اي لون بلاسمون لو بليز امبورطون دو لا اون، اذا هو المكان الاكثر اهميه في هذه الصفحه الاولى للجريده، فهمتي؟ اذا هذه من المميزات ديالو. اذا هذه هنا نتكلموا على لو كاركتيرستيك دو سيت كومبوزونت، مميزات هاد المكون. سي لا كو سو تروف ليفينمون اي لو تيتر دي جور، هنا حيث يتواجد ليفينمون. شنو هو ليفينمون؟ حدث. ليفينمون هو الحدث، اشنو وقع داك النهار، الخبر المهم اللي وقع في داك النهار. اي حدث توقع تتسمى ايفينمون، ولكن هنا شنتكلموا؟ سي لا كو سو تروف ليفينمون اي لو تيتر دي جور، هنا تنتكلموا في الحقيقه على ليفينمون لو بليز امبورطون، الحدث الاكثر اهميه. سي لا كو سو تروف ليفينمون اي لو تيتر دي جور، اذا هنا فين تتوجد الحدث اكثر اهميه وعنوان ذلك اليوم. تنتكلم على واحد الحدث تميز ذاك اليوم على حسب الاهميه ديالو، وعلى حسب باش تتهتم الصحيفه. الا كانت ديك الصحيفه مثلا اقتصاديه، اذا غدير اهم خبر اقتصادي، فهمتي؟ ولا كانت ديك الجريده مثلا سياسيه، غتقدر توضع اهم خبر سياسي مثلا ديك المنطقه، فهمتي؟ على حسب التواجد الجريده. ولا كانت ديك الجريده رياضيه، غدير الخبر المهم لذلك اليوم
في الرياضة. فهمتي؟ إذا سي لا كو سو تخوف ليفيرمون إي لو تيتخ دي جور. ثم عندنا دي سو تخيبيون، دي سو تخيبيون. ثم عندنا مناطق أخرى تسمى سو تخيبيون. لي تيتخ دي زارتيكل كي سون ديطايي أ لانتيريور دي جورنال إي سون مي أون فالور. إذا لي تيتخ دي زارتيكل، إذا نتكلم عن عناوين المقالات كي سون ديطايي، كما نقول الذين هم مفصلين، الذين هم مفصلين كما نقول. المقصود نتكلم هنا عن عناوين المقالات التي ستفصل، التي ستشرح، التي ستعطي المزيد من المعلومات حول موضوع ما. إذا نتكلم عن مقالات، هذه المقالات التي ستفصل وستشرح أحداث ما أكثر في الانتيريو دي جورنال، داخل الجريدة، تنتكلم على الصفحات الداخلية للجريدة. إذا طبعا هاد عناوين المقالات على الواجهة، نتكلم عن لاين، سنجد فقط عناوين المقالات، سنجد فقط البدايات، أما النهايات أو المزيد من الشروحات فسنجدها في داخل الجريدة. إذا نتكلم عن لي تيتخ دي زارتيكل، نتكلم عن عناوين المقالات كي سون ديطاي التي ستفصل على انتيريور دي جورنال داخل الجريدة. اي سون مي اون فالور، شنو اي سون مي اون فالور؟ هاد اي غريغ لم تتعود سو تخيبيون، يعني انهم يوضعون فيها، المقصود انها تظهر عليها، يوضعون فيها. شكون اللي توضع فيها؟ عناوين المقالات التي ستفصل، هي اللي تتشير لها هاد الصون سومي، يعني هم يوضعون، اين يوضعون؟ في سو تخيبيون، يوضعون فيها اون فالور، يعني فيه قيمه. لا ميز اون فالور باللغه الفرنسيه تعني بانك تتوضع واحد الحاجه في المقدمه باش تبان هي الاولى، هذا هو المقصود بلا ميز اون فالور. وبيان لا ميز اون غولييف، لا ميز اون غولييف يعني انك تضع شيئا في الواجهه، يعني تتبين هي الاولى. اي سون مي اون فالور، اذا نتكلم عن لي تيتخ دي زارتيكل، نتكلم عن عناوين المقالات بانهم سيوضعون فيها في سو تخيبيون، في قيمه كما نقول، المقصود انهم سيظهرون اولا. طبعا هذا تعود لاول نظره معتاده عند القارئ على الصفحه، المعتاد كما قلنا انه تيشوف لا تخيبين، تيشوف هذه المنطقه هي الاولى، تيشوف المنطقه ديال لا تخيبين، هذا هو المعتاد عند عين القارئ، تيشوف هاد المساحه اولا. هاد لي سو تخيبين حتى ما تياخذوا واحد النصيب ديالهم من الظهور، من الظهور على هاد الصفحه الاولى للجريده. ثم عندنا لو فونتر، لو فونتر اي لو سونتر دو لا باج، لو فونتر اي لو سونتر دو لا باج. اذا نتكلم هنا عن لومبلاسمون دو سيت كومبوزونت، اذا نتكلم عن مكان هاد الجزئيه، لو سونتر دو لا باج. اذا لو فونتر هو مركز صفحه الجورنال، نتكلم عن صفحه لاين، هاد لو فونتر اي لو سونتر دو لا باج. اذا هاد لو فونتر هو مركز الصفحه، المقصود بها لو سونتر دو لاين. اون ني تروف، شفنا ايغري تعود مره اخرى، اون ني تروف يعني اننا نجد فيها ليديتوريال اي لو تكست، اذا قد نجد فيها افتتاحيه اي لو تكست دي زارتيكل، ثم نص المقالات. اون ني تروف ليديتوريال، اننا نجد فيها الافتتاحيه اي لو تكست دي زارتيكل دو بروميير باج، ثم نجد فيها نص المقالات للصفحه الاولى، ثم نجد فيها نص المقالات للصفحه الاولى. نتكلم هنا عن مكان هاد الجزئيه او هاد المكون، اون يتروف ليتوريال اي لو تيكست دي زارتيكل دو بروميير باج، اذا اننا نجد فيها افتتاحيه ثم نص المقالات للصفحه الاولى. هذه من المميزات الخاصه بهاد المكان اللي هو لو فونتر. ثم عندنا لو غيت شوسي، ثم عندنا لو غيت شوسي يعني المنطقة التي توجد في الأسفل. أو بي دو باج. ثم عندنا لو غيت شوسي. طبعا غنشوفوا المكان ديالو أولا. لومبلاسمون دو سيت كومبوزونت أو بي دو لاباج سو سيتي دون لو با دو لاباج. إذا هو يتواجد في أسفل الصفحة. إذا هنا تنتكلم على لومبلاسمون دو سيت كومبوزونت. إذا نتكلم عن مكان هاد المكون. أون سون سونتر. تتوجد في أسفل الصفحة ثم في مركزها. في مركز هاد المكان السفلي. On y trouve une information ou de la publicité.
اون يتخوف اننا نجد فيها نتكلم عن لو ريتشوسي نتكلم عن لو ريتشوسي اون يتخوف اننا نجد فيه اين انفورماسيون نجد فيه خبرا ودو لا بيبليسيتي نجد فيه من الاشهار ثم الشوفال هذا الشوفال يتواجد في يمين لو ريتشوسي اذا الشوفال كونت يا جينيرالمون اذا هذا الشوفال يتضمن عموما اذا الشوفال كونت يا جينيرالمون ان ارتيكل يتضمن عموما يتضمن مقال كي سو كونتيني الذي يستكمل نتكلم عن هذا المقال بان سيستكمل غيتكمل دون لي باج سونترال دي جورنال الصفحات الاخرى في الصفحات سونترال يعني المركزيه المقصود داخل الجريده كي سو كونتيني دون لي باج سونترال يتواجد في الصفحه الداخليه او المركزيه كما عندنا هنا دي جورنال للجريده او دو لا بيبليسيتي او حتى هذا الشوفال كما قلنا انه يتضمن لا بيبليسيتي تضمن الاشهار لا بيبليسيتي الاشهار اذن كما قلنا لو شوفال كونتي جينيرالمون ان ارتيكل كي سو كونتيني دون لي باج سونترال دو جورنال اذن هذه من المميزات ديال هاد المكون اذن نتكلم هنا عن لي كاركتيرستيك دو سيت كومبوزونت اذن ممكن انه يتضمن واحد المعلومه نتكلم على لو شوفال ممكن انه يتضمن لا بيبليسيتي اشهار ما اذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.